بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بنبتدي موضوع من موضوعات الصناعة وتلوث البيئة، هو الموضوعات الهامة في تلوث الهواء، وهي المين جاسيوس إميشنز، اللي هي الانبعاثات الرئيسية أو انبعاثات الغازات الرئيسية اللي بتسبب التلوث عندنا. أول حاجة المين جاسيوس إميشنز is many many sources. أول حاجة unburned hydrocarbons، اللي هي الهيدروكربونات غير محترقة. الكربون مونوكسيد اول اكسيد الكربون، نيتريك اوكسيد اكسيد النيتروجين، سلفر اوكسيد اكسيد الكبريت، سوت اللي هو الهباب او السخان باللغه العربيه احنا بنسميه، السموك اللي هو الدخان، الاوزون طبقه الاوزون والتلوث الناتج عنها، والكربون دايوكسيد اللي هو ثاني اكسيد الكربون. هذه الانبعاثات الغازيه من اهم الانبعاثات الغازيه اللي تسبب تلوث الهواء. اول حاجه هنتكلم على الكربون مونوكسيد اند unburned كربون هيدروكسيد، ودي بنسميها اليو اتش سي. اليو اتش سي اند سي او ار فورمد باي وان اوف مور اوف ذا فولوينج. يبقى هذه المكونات بتتكون من احدها، اول حاجه لو بيرنينج ريت ان برايمري كومباشن زون، اللي هو معدلات الاحتراق المنخفضه في منطقه اللهب الاوليه او المنطقه اللهب الاصليه. الامبيرفكت ميكسينج اوف فويل، الامبيرنج ميكسينج اوف فويل يعني عمليه الخلط غير المتقنه بين الوقود والهواء. كوينشينج اوف برودكت بيفور كومبليشن اوف كومباشن، عمليه ان انا بعمل عمليه حرق بعض المكونات وبعمل عمليه كوينشينج اوف، عمليه تبريد بصب الماء فوق او صب اي سائل فوق قبل ما تكون وصلت الى الكومبليشن اوف كومباشن، نكون عمليه الاحتراق اكتملت. الانسفشنت تمبريتشر اللي هي اقل من 1000، ودي عدم كفايه درجه الحراره، اند تايم كومبليت رياكشن بتؤدي الى عدم تكمله التفاعل المطلوب. لوور تمبريتشرز اند شورت تايم، لو انا عندي درجه حراره منخفضه ووقت قصير لاجراء عمليه التفاعل. Poor atomizations of fuel. Poor atomizations of fuel يعني عملية التزرير، احنا يعني بنضخ الوقود يعني عملية atomization، عملية تزرير. هذا التزرير لو هو مش متقن أو ضعيف زي ما احنا بنقول بيكون عندي بيسبب وجود carbon monoxide and UHC. عادة زي ما احنا شفنا في المحاضرات الماضية إنه CO يقدر يتكون عندنا من المعادلة بتاعة الاحتراق اللي موجودة عندنا إذا كانت incomplete combustion. Sea oxidations is described in four step one reactions as follow. إن أنا عندي CO بيتحد مع الO2 هيكون CO2 و O. الO مع ال H2O بيكون OH و OH. CO وال OH يكون CO2 و H. وبالتالي ال H زائد O2 بيديني OH زائد O. يبقى احنا عندنا هي كلها نواتج تفاعلات موجودة عندنا، يتكون عندي اللي هو الـ CO والـ H2O. How pollen spices are formed؟ احنا هنتكلم على ازاي البولنت بيتكون. How pollen spices are formed؟ والـ basic formations والمكون الأساسي للـ spices اللي موجود عندنا، والـ operating parameters affecting on UHC and CO formations، ودي من الحاجات العوامل المهمة اللي بتأثر عندي على تكون الـ H الـ UHC والـ CO. أول حاجة مهم جدا بالنسبة لنا اللي هو الـ equivalence ratio، ودي الـ equivalence ratio في، ودي عبارة عن الـ fuel air ratio الـ actual على الـ fuel air ratio الـ theoretical. ويمكن احنا شفنا قبل كده يعني ايه اير فيول ريشيو، او بيعبر عنها فيول اير ريشيو اللي هي نسبه الوقود الى الهواء. يبقى الفيول اير ريشيو ايكويفالنت تو 5 اوف ذا سيستم از ديفايند از ذا ريشيو اوف ذا فيول تو ذا اير ريشيو تو ستوكيومتريك فيول اير ريشيو اللي هي النظريه اللي احنا بنحسبها من معادلة الاستوكيومتريك ايكويشن زي ما شفنا في المسائل في الفصل الماضي. طيب اما بنقول formations of any pollen is related directly to، يعني الحاجات اللي بتأثر بطريقة مباشرة في عملية تكون
اللي هي ملوثات الهواء عندنا، وخاصة اللي هي CO والـ UHC والنوكس والسوكس. أول حاجة الـ concentrations اللي هو التركيز، وده عبارة عن it is a type and numbers of atoms required to form certain spices or components such that CO, NOx, SOx, CO2. زي ما قلنا ان هو نوع وعدد الذرات اللي هتستخدم في تكوين المكونات الملوثة، زي عناصر زي ما قلنا CO والNO والNOx والSOx والCO2 ألق. تاني عنصر عندي مهم التمبريتشر. Is suitable temperatures for complete reaction between different atoms to form certain products. ودي عبارة عن درجة الحرارة المناسبة لعملية الاحتراق الكامل بين الجزيئات المختلفة. Residence times احنا بنسميه وقت الإقامة أو الوقت اللي بيحدث، وده عبارة عن اللي هو time of collisions، وقت التصادم بين الجزيئات المختلفة، وده بيكون أكبر من زمن التفاعل نفسه. دي العوامل اللي بتأثر على تكون الملوثات اللي موجودة عندنا. فبنيجي نتكلم الـ basic formations of spice اللي هو التكون الأساسي، الأسس تكون السبايس عندنا. بنقول عندنا any pollutant spices are vary from one combustor to another combustor according to the operating condition. يبقى أنا عندي اللي بيأثر عندي على تكون الملوثات وبتختلف من محرقة إلى محرقة وظروف التشغيل عندنا. فإذا شفنا الـ CO والـ UHC are high at low power conditions and decrease with the increase of power. وده العنصر الأساسي عندنا في التحكم في هذا الكلام هو الـ flame temperature، زي ما احنا هنشوفه ده أهم عنصر في الملوثات اللي موجودة عندنا في عملية الحرق. زي ما احنا بنقول إنه الـ CO والـ UHC بيكون عالي عند الـ low power، زي ما احنا شفنا الفيجرز اللي قدامنا اهو. لو خدنا هنا ادي الكيرف بتاع الـ HC وادي الكيرف بتاع الـ CO، هلاقي ان هما في البداية هنا عاليين وده عند الباور المنخفضة، ولاقي ان هما في لما الباور تزداد بيبتدي عندنا النسب بتاعتهم تقل. على عكس النوكس والسموك are low at lower، لما تشوف النوكس اهو ونشوف السموك بنلاقيهم منخفضين في البداية وبيبتدوا يزدادوا مع زيادة الباور، وده برضو بسبب الفليم تمبريتشر. الترند او الاتجاهات اللي موجودة قدامنا الموضحة في الشكل بتوضح لي ايه؟ انه في اللو باور بيبقى نسب السي او واليو اتش سي عالية، اما في الهاي باور بيبقى نسب النوكس والسموك هي اللي عالية. ان شاء الله في المحاضرة القادمة نستكمل باقي الجازيوس اميشنز.